celebrity shorts. الكابي هول بار للمثليين في مانهاتن والمشهور بالزينة العشوائية المتدلية من السقف والبلودي ماري. سام وصديقته عارضة الأزياء الأسترالية لارا بينجل كانوا جالسين في الكابي هول حيث رآهم المصور شينغي لي. لربما كان لي على علم بالإشاعة حول الزواج السري بينهما. ضاقت لارا زرعا بالمصور وحاولت أخذ الكاميرا فركلها لي على ساقها. لقد ركلت زوجتي أيها الأحمق، إنها ليست بومبادا أو إحدى شخصيات جاك سولي. وجهت تهم التحرش والعنف الغير مبرر للي، بينما اتهم ورسنيكتون بالاعتداء. نصيحة للمعجبين، لا تتعرضوا لزوجة هذا الرجل، عفوا صديقته، عذرا سام.